مساء الخير. الحلقة ما قبل الأخيرة من يوميات ستار أكاديمي لهالموسم، وجولة جديدة على أخبار الطلاب. الوعي بكير مزعجي لكتار من الطلاب، لكن مارسيلينو لقى حل مناسب. بونسوار شباب نايمين، تعالوا لنا نعمل لعبة. يعني ثلاث شباب يفعلون حرام. عدامة إيه؟ هو نفي كباية. هو بدي كباية وانا بديك طنجرة. طنجرة. يا حي. هي كبيرة كبيرة تعذبنا ونطرنا. لحية بيّة. رفايات أنا أتكل عليك أنت تقولهم كلهم. وأنا كمان يلا قوم. لا خلاص أيم 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 وحيات أم أيم وحيات أم أيم وحيات أم والله العظيم أيم. طب خلاص خلاص أيم أيم أيم. مين بعد فيه؟ ما شفتك أنا. مالك نايم؟ لا من قاعد صحيت انا خلاص. يلا شباب يلا يلا انتو شو؟ اه جيب ماي. يلا شباب مين بعد ما معي؟ لا مش هينفع العارف ليه عارف 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 ليه يلا قوم يلا تزغط بط خايفين من نقطة ما يلا قوم سر بتجين أصلا سؤال يطرح نفسه قوم يلا جايز 30 ثانية تحت. من بعد ما وعيوا منيح وصاروا جاهزين الطلاب التقوا مع مارسيلينو بآخر حصة للرياضة. جايز الساعة 11:10 إني من الساعة 10 عم جرب جمعكم انتركم لطوعوا ولا تغسلوا ولا تنشفوا تيابكم ولا تغسلوا وجهكم ولا تقوموا من تختكم لأنه طلبت منكم طلب أنه نكون بآخر حصة رياضة كلنا سوا مجموعين. أول شيء لازم تتعلموه بحياتكم الاحترام، تحترموا حالكم لترجعوا تحترموا الناس للناس تحترمكم. أنا إذا بجي على الصف لهون وبلاقيكم مجموعين كلكم لا فكر جيب فرقة، لا فكر إجابي ماي، لا فكر اتساءل عليكم، لا فكر قلل من قيمتكم قدام الكاميرا. هي مش تقليل قيمة، أنا بالعكس بعدكم مثل إخواتي وعم بمزح معكم وعم بلعب معكم، بس بنفس الوقت في احترام، في صف عندكم إياه بتعرفوه من هذا الوقت لهذا الوقت. حرام عيب آخر حصة من الحصص رياضة إجا عم بسمعكم هالحكي بدل ما نكون قاعدين مجموعين عم نضحك ونتسلى. ما كان بدي أعمل لكم سبور أنا اليوم، جاي بتياب مش سبور، جايين لنقعد بس لنجتمع لنحكي شوي. إذا حدا عنده أي concern اللي يسألني شي سؤال، إذا انبسط إذا لقى حاله تقدم بالأكاديمي، يعني هيك جايين نحكي شوي نتسلى. ولو ما بتقدروا تجتمعوا آخر ساعة تعملوا إفور شوي
هلا التعبانين ما فيكم بين هلا انتوا كلكم قاعدين قدامي مش عيب؟ والله هيدا الحديث ما بحب لكم اياه وخصوصا اخر ساعه يمكن لو اول جمعه من الاكاديمي كان ممكن تقدروا تسمعوه هلا انتوا محلوا لكم بليز عنا 10 دقائق رح نعمل فيها سبور بدي اياها منكم اوكي على التوب بدنا نركض للنص نرجع نركض للاخر ونرجع منسلم الطابة ونوقف ورا أريال اوكي توصل للنص اذا بدكم نعملها لهون لهيدا الخط هيدا الخط اوكي سمعتوني لهيدا الخط ريدي يس ما انا في شيء دي هنيك انت حبيبي شو انت اوريدي بلشت هنيك يلا رجعت زيد and top go خلاص يلا يلا دينا 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 وليه تبعناهم علي إذا بتحب هو بالكالسات حدك مش لازم لا يا رب كثرت جو هاي واحد من عباس بس بدنا نجيب جنبه انا عارف اند توب ما عرفتك شوفكم نهار الجمعة ان الله راد بالبرايم يلا باي ثانك يو بريك صغير مشاهدينا وبنرجع نحن وياكم منتابع حلقه الليله من يوميات ستار اكاديمي وخلونا نشوف شو ردت فعل الطلاب لما يعرفوا انه التروفي موجود بالاكاديميه سي لو ميان ماي أربعة قلت لها رقم أربعة رقم ماي أربعة لقب ده بتاعي يا جماعة ده بتاع مين ما حطوه عشان ولا مساء ولا ماشي من على الباب أخده الله 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 حلو من تحت من حلو من فوق سيلفي خدوا لي سيلفي معه صوروني انا باخده زميلك ده ولا ده اللقب بتاعتي واللقب بتاعتي الالقاب بتاعتي لا انت نسيم هتاخد ده وعباس هياخد ده
أصلك عباس حشيل الصورة دي وعطيه البتاع ده وانا عقد ده نسيم مالك يا بابا تعرف ان انا يا ترى انت من نصيب مين يا شقي الله حبيب قلبي هايدي نسيم يا رئيسي هايدي ان شاء الله هنرجع بمصر يا هايدي لا تقلقي يا حبيبتي يا حبيبتي حقوا 2000 دولار نسيم يا رئيسي هو ده قاعدنا لوحده انا هجيب سيروه على الجنب احنا نجيب كرسي ونقعد احنا ثلاثه رقم اربعه نو رقم واحد رقم واحد بحبكم لاف يو صوتولي رقم واحد نسيم روح على الكرسي وتعالى عايز اقعد هنا فين نسيم بيه بابا انت مستغل وضعك يعني ده لقب يعني جماد بور عايز الكاميرا تشوفه جماد ده جماد هذا فيو لقب غوري غوري حد هيقرب منه وهتكسر دماغه عايزه ومرتاحه فاضل 5 ايام يا حبيبي عليك هتروح مين هتروح فين هتروح اي دوله يا حبيبي بلدي طبعا كارلا رميا زارت الطلاب لصف جديد للغناء وكان الكل حابب يعرف من كارلا مين بيستاهل اللقب نبلش عباس مزارك هون يلا يا ليلة امبارح ما جاليش نوم واحنا لسه في اول يوم فينا بس اول مره ليك شو بدي هالجو ليلة امبارح ما جانيش نوم واحنا لسه في اول يوم ليلة امبارح ما جانيش نوم واحنا لسه في اول يوم قبل ما ترميني في بحورك قبل ما ترميني في بحورك مش كنت تعلمني لعوم مش كنت تعلمني لعوم لا لا احساس واو كتير حلو بس بدي يعني هذا الصوت عرفت هيك تشبعنا اكتر هلا انت عم بتغني هيك على الرايق بس بدي كيف غنيت المحكمة وقت البارتي العالية هيك بده هذا العرض بالصوت اوكي مريح شوية خفيت فوق هي بابا باي علوش شوفكم إيهاب ما بديش هيك زعلان لا 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 زيك مبسوط مفرح يوسف اه حبيبي هلا بتشوف بس إذا كان صوتها على رقم 3 شو هلا تروفي الله الله يا ترى هيبقى من نصيب مين يا ترى انا بشوف من انت الاربعه مين ما كانت من نصيب وانا راح اكون واحد بس اللي ياخده مدام كارلا ما هي المشكله انا بدك تصوت لمين انت هتصوت بدك رايك بدك تصوت لمين بتعرف انا بصوت للاربعه لا يعني انت هتصوت لمين اذا بدك رايي انا اجيب اربعه من هون وبعطي كل واحد منكم واحد اربعه من دول مش عم بيض مش عم بيض انا لو بتجي لايدي بحط هون اربع وحدات الله اللقب جابولنا عشان يحصرونا الاربع ايام انا مدام نفضل قاعدين نتفرج عليه كده ونصور جنب سيلفي عشان مش هيعرف يلا تعالوا نصور كلنا عشان حد كاميرا 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 نحن حد ال لكن تعال عشان على قد تعال نحن سيلفي حد التروفي اخذت وزن يلا يلا سيلفي 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 يلا يلا مين اللي من الاربعه خليك يلا كارلا صوتي على رقم 2 خليك انت على رقم 3 صوتي لمين الرقم من الاربعه انا بعطيه الاربعه قلت الاربعه ايه اعطيه الاربعه ما انا تروفي بعطيهم للاربعه بس انا في سايك سؤال بس قري عليه هون فوق واحد وواحد شو بيعملوا 11 2 يعملوا 2 1 1 صوتوا على رقم 2 شباب شوفوا هلا كيف بدكم تحمسوا الفانس تبعكم طيب صوتنا على رقم 3 حبايبي أربعة وانا حوزع بس على حوزع واحد هاي بدي حوزع 100000 دولار بس اذا اذا قدر تضلوا تصرخوا لك 4000 دولار 4 شو عم ترشين عم ترشين يا عباس انا مش لا لا انا في سؤال انا
في يسأل سؤال بس انت قلبي بتاخدي يعني ايه قلبك هون القلب القلب هذا مش مدام كارلا كلام عملي مش كده القلب انا كنت فاكره انك شايفني بغير ناصر احنا بزنس. انا كنت فكر انك شايف قد ايه بحبكم كلكم مش اوكي بس احنا حتى لكم ما بتنقص بالمصاري لا بهالشيء انت اللي عبس خفت في اجي جيب لا 1002 و3 و4 بدل ما قلي مدام كارلا نص بالنص كمان مره مشاهدينا وقفه مع الاعلان وبنرجع منتابع يوميات الطلاب الفاينلست الاربعه هدفهم اللقب ولكن هلا صار كمان هدفهم التروفي كل واحد بياخذ اللقب لحاله علاش بدك تدعي مصريات مصروره حبيبي احنا مصريين وفينا نسوي هذا شو هالصبر شرف بلدنا احنا انا مين جاي يشرف يعني اثنين جايين يشرفوا بلدهم يعني بلد واحده مش بلد بس راح يكون انا شكيت والاثنين كملوا الاخر للفاينل اربعه مصريين اربعه مصريين استنى شويه مايك حق مايك حق هو دمي شمس صغاري شكلها إذا أنتوا أربعة مصريين وأربعة لبنانيين ضليتوا فاينل أنا التونسي الوحيد ضليت فاينل إني أغرق أغرق بدنا نذكر بدنا نذكر إنه مروان يوسف من لبنان اثنين توب وان ولا مرة نوميني محمد عباس من مصر مرة توب وان أوكي ولا مرة نوميني مرة نوميني وأنا هادي هادي لا هادي خليك قوية بتذكر قسيم بتذكر رافائيل ستة نوميني ولا مرة توب وان نسيم مرتين توب وان مرة توب وان مرتين نوميني مرة سطرس اللقب ستار أكاديمي 11 أيكم من نصيب بلبنان أجان لا مرة تانية بعد 8 سنين غياب لمروان يوسف بيرفع اسم لبنان بالعالي أنا بأخذ علم لبنان مصر رجع تاني مثل الناس صغار لبنان لبنان من هالمنبر لكل إنسان من هالمنبر لكل إنسان صوتوا له على الرقم اثنان من هالمنبر لكل إنسان صوتوا له على الرقم اثنان لك مروان يوسف رح يربح وبده يرفع اسم لبنان يلا مروان لكل المصريين والوطن العربي صوتوا المصريين على رقم واحد ورقم ثلاثة محمد عباس وهيدي ميرسي ميرسي بجد والله مبسوطين بجد مبسوط انك كنت معايا مبسوط بيك انك انا مبسوط انك كملتوا انا كنت ازاي بتحبوا بعض كده حلو فيك انك مصر علاب والله مصر لك حلو فيكن انك مصر لك علاب انك مصر لك على راسنا هيدي ومحمد وعلى راسنا اهل مصر يلا بدي اقطع بس هالمواضيع اذا بتريدوا عرفنا بس لا فاينلست اه يودي انا بقولها لك من المنبر ده قدام كل الكاميرات والوطن العربي راجعين انا وانت مصر باللقب حبيبي انت موافق؟ خلاص رح اقول لك اللي بقلبي ومش ناسي طبعا يلا قول معك رح اقول لك اللي بقلبي ومش ناسي والله اللي بقلبي ومش ناسي لك بيلبق لك اللقب يا خي بيلبق لك اللقب يا خي نسيم رئيسي ايوه اي 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 واو ايوه
صوتكم وحده بيعمل فرق. صوته لهايدي من مصر على الرقم 1، مروان من لبنان على الرقم 2، محمد من مصر على الرقم 3، ونسيم من تونس على الرقم 4. عرفنا كيف جو الفاينلست، خلينا نشوف كيف الوضع بين حنان ورافائيل. صف عمرك، صف عمرك مقدمك رافائيل. قول لي هلقى بحالك ولا لا؟ ايه؟ لا. علاش؟ علاش؟ كيفاش؟ كيفاش؟ هدري هدري معي ماما، هدري معي. ولا ولا مرتين. هدري معايا ماما، ماما هدري معايا. واخا ماما هدري 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 بالسربي. هدري سير عليك يا ماما. سربي 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 يا ماما هدري. بالزربة بالزربة. هدري ماما. دخل الشاي مع أديالا. بني قلبك. شو؟ بني قلبك قد بحبك أنا. صار بتحكي لبناني منيح. أنت. بني قلبك قد قلبك. يلا. جالوبس يعني جالوبس. ايش هيك حاسس حالي تعبان ليه اقولك؟ لانه ما ضليت كثير برا يعني، بس عملت هيك كانه فتحت الباب وعملت هيك ورجعت. والله حسانه تعبان شوي بس هيك يعني، ما كثير تكبر الموضوع. بعدين ما ضل شيء ونروح كلنا خلص. 4 ايام ونبسط فيه ونرقص فيه وما تفكر بشو برا. ايه اوكي. بالعكس اللي برا حلو كثير. انه ايه ما تفكر ببرا حتى ما يكون هيك على بالك. 4 ايام بس. جمعة فكر يعني قد ما بدك، بس انه هلا لا. اوكي؟ قد ايه بحبك انا؟ عليك. قد ايه؟ قد ايه؟ ماما شو بدك؟ صديقتي بس نظهر. شو السؤال؟ شو قولك؟ بدك تضلك دقلك وتسأل عليك كل الوقت؟ شو قولك؟ يا تخيل وين بعد علي بعد بعد شي ساعتين سكايب انا وياك بحس. ولا ما بتستفح سكايب انت؟ بلا بفتحه كرمالك يا وحياة امي انا هالجمعه وحياة امي استفقت لي كثير. ايه انا كمان اكيد. انا كمان ما اكتشفت شو كنت عم تعمل وتتلاقيني عم بحكي. بونجور يا فايت جنيتي وحياة امي جنيتي. ما بعرف ليش استفدت لك هلا يعني. والله العظيم ما كنت بتصور هالقد يعني. ولا انا وحيات الله ولا انا. قد ما اقول لك انه اوكي انه اكثر شخص كنت دار معه وقريب مني كل شيء، بس انه بس فليت على انا كنت بحس انه لا انه طب انت بتشوفني على الاقل يعني، بس انا ما بشوفك. صعبه. انا وقديه كانوا عم يستهدموا عاملين مهضومين يعني، عرفت كيف؟ عليك ايه كثير كانوا مهضومين. قلت انت ده بتجيب كليم وتندمي يا غداره كيف نسيتي الاحلام. شو السؤال بدلك صديقتي ونحكي؟ شو قولك مو بدل صديقتك؟ ما بعرف اسالك انه حتنشغلي بالفن. وين انت ما رح تنشغل يعني؟ بلا انا بلا بلك اياها من صراحه. اوكي اذا انشغلت انا كمان رح انشغل ان شاء الله. الله يرزقك يا رب. قد ما نيتك طيبه. بس انا ما رح انشغل على قد ما نيتك طيبه وقلبك طيب. ان شاء الله الله يرزقك. واللي ما بيعرفها لحنان بيجهلها من الاخر. قد ما قلبك طيب وما بتعرفي شيء وهيك بريء على البراءه. ماشي. بس قد ايه بتحبني رافائيل؟ مش كثير بصراحه. شو عملت لإلك يعني؟ شو قدرت اعمل لك يعني شيء هيك كثير هيك لحتى تحبني هالقد؟ شو انا قدرت اعمله يعني؟ كثير اشياء في كومبار يعني. اذا عملنا مثلا الشيء اللي كان قبل وهلا يعني، شو تغير برافائيل كان قبل ما يجي على الأكاديمي؟ ما في شيء تغير فيه. مش تغير بس انه صار احسن يعني. صرت اصبر لانه انت بنا مره كثير بتنقي. اخذوا معهن انت رح تضل صديقي رافائيل فورايفر. برامس. أنا كمان. أنا حدك شو ما تعوز. أنا كمان حدك شو ما تعوز. آخر بريك مشاهدينا بحلقة الليلة ومنرجع. منتابع القسم الأخير من حلقتنا لليلة. مع عودة علي للأكاديمية صار بالإمكان إعادة افتتاح المطعم مع عباس. يعني حاجة خفيفة طبعاً، بما أنه طبعاً إحنا قفلنا المطعم بعد خسائر كثيرة.
فالمره دي بس هنعمل شويه يعني بيض كده هذه السمعه الفاشله اللي جتني ولا برا الاكاديميه بحقيقه والشيء اللي حرق المطبخ الاستاذ هذا والخساره اللي خسرناها بس فهيبقى حاجه بسيطه يعني هو بس شويه بيض كده بالليل ولو في اوردرات جت لنا نزود بيض يعني هو بيض عامه النهارده اليوم راس الليمون فريش وسلطه سلطه ركز على السلطه نركز على السلطه حطه في ميه اعمل شغل البطيخ مش السلطه انت بقى تحت هيك خلطوا مع بعض غير شاور نعم ما هو ما فيهوش فطر اصلا بس هي بنكهه ال نحطه مع هذا الفصل مع مين؟ لا محاول لذيذة دي يلا اوكي ها دي ولا دي؟ قول والله نجرب دي النهارده ونجرب دي بكره؟ انا جربت هذه بطلة معك الليمون؟ ايه معك حرام باظت المقلاية لا 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 ما عامل فيها امبارح مش شكشوكة نحن شكشوكة على شكاين شكشوكة نحطوا فيها الخضرة خضرة ايه صوت المروان على 11 بس نحن طيبة يعني والله لذيذة طيبة كتير كتير كنترول الناس كلها مبسوطه من الشوربه اوكي ومبسوطين من البيت والسلطه بتاعت علي اوكي الحمد لله فتح يعني اول يوم افتتاح الحمد لله نجحنا كنترول انا مش راضي على السلطه تبع علي لا حبيبي ولا على التقديم يا مدير شايفين فتات الطماطم قدين شايف التقديم اللي هو قلب مطعم اللي اتقفل اخر مره بتاع عباس وعلي محروقات علي وعباس محروقات علي وعباس هتكلم النهاردة عن السلطة بتاعت علي السلطة خطيرة 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 بصراحة يعني ترى السلطة كلها ليمون أنا باكل ليمون مش خيار وطماطم واترك الباقي الأخ نسيم بالنسبة للمطعم جديد بعد الافتتاحية أنا بشوف أنه ما كانش المستوى لأنه الشكشوكة اللي قدموها كانت أول شيء باردة ثاني شيء كانت ناقصة ملح لا حرام لا كانت ناقصه ملح وكانت ريحتها زنخه تبع البيض الله ومن هنا اكلت الاكل كله انت خلاص طبعا الشيشه في الاخر تقول لي بارد وما فيهوش ملح بارد وما فيهوش ملح طعمه زنخ بس ليك عايز انك هتستفرغ وتطلع على نفسك شو طلع زي دي شيء مش طبيعي على السلطه حرام تبذير يعني اذا قصت الطماطم هيك حرام مايك احسن مايك أنا أطالب بغلق المطعم حالاً الطلاب بتلقوا هدايا من الفانز وفرحوا كتير فيها شباب جينا لكلنا كادويات شنطه انت عايزه هدايا وزينة ميرسي مها من قطر شنطه يعني قصص منيحه حياتي ما راح واو ميرسي اشتقنالك كتير اول شي فخورين بكل انجاز عملته وانت تستحق اللقب بعيون جماهيرك واخر برايم تيكيو لدودو ورحمة وليال وكل شخص وكل فانس بالسعودية وبالخليج تيكيو على العلم على راسي
احنا رح نضل معك لاخر وما رح نتركك لحظة واحدة رافي. ارمي كل شيء على كتافنا وقدم شو وتقدم ولا تخاف نحن بزهرك كل شيء. وانت عليك الا تكون مبسوط ارواحنا ما تغلى عليك. اربع شهور عيشتنا مبسوط مبسوط عيشتني مبسوطة وخليتني ما اشوف بالحياة الا جمالها. وعشان هالاربع شهور انا مستعدة افديك وكل ما فيني ولين اخر يوم بحياتي ما راح انساك. راح اظل اتواصل معك ومع طن جريس للابد. إذا حابين تعيشوا التجربة مثل طلاب ستار أكاديمي لتكونوا من طلاب الموسم 12، إذا عندكم الصوت الحلو والطموح الكبير ادخلوا على موقع البرنامج www.starakarabia.com قوموا بتعبئة الاستمارة وحملوا فيديو بصوتكم. حلقتنا خلصت، بكرة آخر حلقة من يوميات ستار أكاديمي. كونوا على الموعد. ناطرتك I'm not afraid.